السلام عليكم ورحمة الله زبائننا الكرام، أهلا وسهلا بكم. بهذا الفيديو راح أشرح لكم عن ماكينة تنظيف الكربون اللي بتراكم بمحرك السيارة بقشر الجوز. طبعا قشر الجوز هي مادة يعني خلينا نقول ناتشورال، طبيعية، بتكون خشونتها بسيطة أو قوتها بسيطة، ما بتضرب زي الرمل، بتضرب بقوة يعني معقولة بحيث أنها ما تدمر لك سطوح الماكينة. طبعا الماكينات التيربو او الحقن المباشر اللي هي جي دي اي الدايركت انجكت، يعني ميزتها انها بتوفر بترول وبتوفر هذا، ولكن بتجمع الكربون. طبعا هي ماده الجوز اللي بنتكلم عنها لازم يكون يعني خشونتها تقريبا اقل من 1.3 ام ام، تمام، بهالطريقه هاي شايفينها شو هيك، عشان ما يكون كبير كثير يسوي مشكله لمخرج الماكينه اللي راح نتكلم عنه بعد شوي، ولا يكون صغير كثير عشان يؤدي خشونته، تمام، من 0.8 ام ام ل 1.2 ام ام. وضغط الهواء، يعني هاي الماكينه لها اجزاء، اول شيء ضغط الهواء اللي بيجي من الكمبريسه بيجي هون، طبعا لازم تدخل الهواء، ضغط الهواء لازم يكون 1.7 ملي باسكال، تمام، يدخل هون الهواء بالقيمة معينة اللي هي الضغط هذه، خلينا نشوفها من المانيوال اللي هي 0.7 ميجا باسكال، تمام، بدك تحولها للبار او للبي اس اي، بتقدر حطها على الجوجل 0.7 ميجا باسكال كم بالبي اس اي، وتضبط انت الريجوليتر تبعك تبع الكمبريسه بحيث يعطيك هذا الضغط. طبعا هي مبدا عمل هنا، تضغط الهواء هون او تضغط الاير من هون، بتطلعه بالفرد هذا، هذا الفرد خلينا نراويكم اياه من الجهه المقابله، هذا هو شايفين الفرد، هذا الفرد، تمام، تضرب فيه، تعمل زي ساند بلاست، كيف انت بتضرب الساند بلاست على الحديد، تمام، وبتنظف فيه. طبعا الميزه فيها انها فيها كمان شفط عشان ما توسخ الدنيا كلياتها، ففيها كمان شفط، هذا الشفط هون، دوره الشفط هنا، تمام، انت بتعبي الجوز بالماكينه من هون، تمام، لازم ما يعلى عن المنطقه هاي، شايفين هاي، طبعا مش عارف اذا واضح اللي جوا، في مسافه ما بين هون وهون بالطريقه هاي، هاي عبيناها بس خلص، تمام، هاي عبيناها هون، شايفين بتعبوا الجوز هون بحيث انه ما يعلى عن هاي، بتخلوه هون، طبعا هو بتفش بطريقه يعني بميكانيزم معين، بيطفش الهواء بتطلع من هون وبيشفط الهواء الراجع منها، هاي بتشفط لك الهواء بترجع هون، نفس مبدا المكنسة الكهربائية، معاها عدة توصيلات، ماكينتها قوية، اندستريال بطريقة ممتازة. طبعا يعني العملية هاي ليش؟ احنا عندنا اللي هو عملية الفالفات، هذه الفالفات، تمام، خلينا نرفع لفوق شوي، هاي بيكون متراكم عليها الكربون، يعني هذا الكربون لو شايفينه هون متراكم على خلفية الفالفات. عملية تراكم الكربون طبعا بتصير الاحتراق ما بتمش بطريقة مناسبة، يا اما انه الوقود والله تحت المستوى المطلوب مثلا ثقيل، او انه انت مثلا بالزحمات بتوقف وبتعطيه بترول ما بتمش عملية الاحتراق من البي سي في فالف بيرجع، الامور هذه كلها بتعمل يعني بيلد اب عليها. طبعا الصمامات هاي لما يتراكم عليها الكربون بالطريقة هاي انت بتخسر عزم السيارة، استجارة السيارة بتصير ضعيفة، وبتصير السيارة تصرف بترول، يعني تصير والله كنت تعبيها مثلا بقيمة معينة، صرت تعبيها يعني بقيمة يعني تمشي، كانت تمشي 600 كيلو مثلا، صارت تمشي 500 كيلو، الماتور ببطل يشتغل بالكفاءة المطلوبة. ترى إذا تجمع الكربون، تمام، بيسوي لك مس فاير، يعني شوف هذا التجمع مثلا بطريقة معينة ماشي بيقلل مصاريف البترول وإشي، لكن إذا تجمع وعمل بلوك كثير بصير عندك مس فاير، بصير وحدة، يعني إذا عندك أربعة سلندر ممكن سلندر من السندلارات تجمع عليه بطريقة كبيرة بحيث إنه ما يعني يعمل مس فاير كامل. طبعا لازم انت بدك تشيل الانتيك، يعني خلينا طبعا بعد ما تنظف تطلع كيف بتصير نظيفه، بترجع يعني مثلا الميكانيكي، في ميكانيكي طبعا بيقولوا مثلا بيقول لك والله انا بدي ارجع لك ماكينتك بدي ازودها حصانات، هو ما بيزودها، هو بيرجعها لطبيعتها، هي بتكون خسرت من الاحصنه تبعتها، يعني الماكينه مثلا يكون عدد الاحصنه سين من الاحصنه مثلا مع تجمع الكربون هون زي الصوره اللي ورجيناكم اياها قبل، تخسر من قوه الاحصنه، بعد التنظيف بنرجع لك قيمه الاحصنه للقيمه المطلوبه. طبعا انت لازم تفك اول شيء، يعني لو تشوف ان هاي ماكينه اربعه سلندر جي دي اي عليها تيربو من هون، تمام، احنا بنفك الموتور انتيك فالفز، هذا هن شايفين بنفكهن من هون، وبنفك كمان اللي هو البايب اللي بروح على الانتر كولر، تمام، اللي بتروح على الانتيك مانيفولد، هذه بنفكها من هون، وبعدين بنفك من عندنا من هون
الخط البارد من التيربو بنشيله. وطبعا احنا شوف لو شفت يعني بالصوره اللي قبليها والبعديها بنغطي المنافذ هاي يعني خلينا نقول بستيكر او بتيب سميك 2 ام ام او 3 ام ام عشان ما يفوت على الماكينه قشر الجوز. طبعا انت بدك تتاكد يعني مبدئيا ليش فكيناها هنا. هلا رح نقول لكم كيف. اول شيء هاي مداخل المانيفولد والانتيك ومدخل دوره التبريد هاي فكيناها كلها تمام. مدخل التيربو فكيناه كله والمدخل الانتيك كله فكيناه بحيث انه قشرناها الماكينه صارت بالطريقه هاي. الان انت الاربع سلندر انت عارف اثنين بحجرتين بيكون مسكرات وحجرتين فتحات حسب انت الكرانك تبعك. طبعا احنا بدنا نرش قشر الجوز بالفتحه هاي. بندخل هذا الفرد شايفينه اعطيني معلش الفرد ايوه هذا هو مندخله بالطريقه هاي تمام يعني بالمانيفولد بالطريقه هاي. طبعا بدك تلبس الجلوفزات بالطريقه هاي تمام عشان ما يؤذي عيونك والافضل كمان تاخذ جلوفزات بالطريقه هاي عشان ما تؤذي نفسك وتكون شغال صح. هذا هو في لها سيلات معينه مش مشكله مهم بس حاليا تمام. وبترش الرش بيتم من هون طبعا صوت عالي كثير الافضل حتى تلبس غطاء للاذان لانه بصير فيه صوت وشوش عالي فانت بدك تلبسها بحيث تنظف الحجرة لها. طبعا لازم ما تفوت قشر الجوز خلينا بالله نرجع هون معلش احنا نشرح نحاول نشرح شرح وافي. لازم لما اضرب الجوز هون اضرب اللي هو قشر الجوز بالفتحة هاي تكون الفتحة تكون الفالف مسكرة ما تكون فتحة عشان ما يفوت قشر الجوز للجوة. العملية هاي بسويها انه بكرة الكرانك بروح لبكرة الكرانك وبسويها بطريقة تسكر الفالفين. فبنظف الفالفين بعد ما انظف الفالفين طبعا من هنا من الخلف وبعدين تمام بحركه بالجهة المقابلة بصير اثنين مسكرات واثنين اللي كان الفاتحات بسكر واللي كان المسكرات بيفتحن وبسوي الثنتين لهذا. طبعا بعد ما تخلص انت بتكون نظفتها بالطريقة هاي رجعت العزم رجعت الشغل 100% تمام ودورة الاحتراق صارت جدا ممتازة. هالجهاز رائع جدا بمادة هيربل بمادة يعني ما بتضر لا هي كيميكال ولا هي ساند بلاست تأذي لك حجرات الاحتراق. في ناس تلاقيهم يسووا فرشاية اسنان ولا هذا احنا جبنا لكم حل جدا ممتاز تمام ونظفت مداخل الانتيك ومداخل الرجعات البي سي بي فالف تمام ورجع الماكينه شغاله عندك بشكل كويس. اطلبوا هالماكينه من شركه المهندس الامارات الشارقه على 0971501679410. طبعا اللي بيسال هو الماكينه بيجي معاها تقريبا 2 كيلو من قشر الجوز تمام هي بيجي معاها هي الماكينه 2 كيلو والمتوفر بكثره يعني عندنا هون انا اعطيك جوالات او ارقام لشركات بتبيع لك في قشر الجوز يعني بسبعة درهم 8 درهم يعني احنا نحكي مثلا تقريبا 1.5 دولار متوفر بكثره ما تخاف من هذا الموضوع. وهي طريقه معروفه طبعا تنظيف الجوز معروفه يعني على مدى سنوات وموجوده. ولا تقول لي والله انا بدي انظف من ماده كيميائيه ادخل ماده كيميائيه مش عارف وين عشان تنظف ترى ما بتنظف بشكل كويس. هاي تعطيك نتائج جدا ممتازه. اذا هي ماده يعني لا هي كيميكال ولا هي شيء ماده طبيعيه لا بتاثر الماكينه غالي جدا. انت ما تحط ماكينتك تضربها بالساند وتجرح الولاد تبعتها بتصير تنفس اصلا بتخربها. الماكينه ممتازه جدا مجربه رائعة جدا. أهلا وسهلا بكم في شركة المهندس الإمارات الشارقة. بنقدم لكم دائما حلول مناسبة إن شاء الله لورشكم. أهلا وسهلا بكم.